اخوتي السلام عليكم، صباح الخير عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد، مرحبا بكم في فلوق جديد. هذا دابا اليوم رقم 52 في التريب، وكما كنشوفوا انا مازال كنتواجد في براج حسن الداخل، براج ديال الرشيديه. دوزت فيه تقريبا 4 ايام، وهذا اخر يوم ان شاء الله. اليوم غنمشي لنفق زعبل، كاين بين الرشيديه والريش، ودابا غنشعل العافيه وغنفطر. اليوم الخوت غنفطر بالبويصار، غنفطر بالبيصارة حيت ما بقاش عندي الخبز، وعندي غير اليوم في هاد البلاصة. غتفرقع عيش، المهم ما بقى ليها والو طيب الخوت. ان شاء الله تكون هي هادي. هي دابا بدات كطيب. انتم ما بقى ليها والو، المهم الخوت هي تالخشا البصارة. هوس هو هوس، هي المهم كتشبه البصارة في الشكل ديالها. دابا غندير ليها زيت العود وغندوقها وغنشوف كيفاش دايره. بسم الله. صندوق ما فيهاش غرام ديال المذاق ديال البصارة كاع. هادي احسن من البصارة. واه يا سلام، الله الله. المهم الخوت دابا غنفطر، ومن بعد غنجمع لاطون ديالي ونجمع الصاك ديالي وغنشد الطريق لنفق زعبل. الخوت هذه هي الطريق اللي كدير لنا فق زعبل ومدينه الريش، ومن هنا كاينه الرشيديه وارفوج. وكما كتشوفوا اليوم كاين الصهد، وكما العاده غنمشي غير اوتو ستوب. واخيرا وصلت للنفق، نفق زعبل. ها هو راه كيبان لكم، داروا على حسب الطريق، ما كاينش فين يدوز الطريق من هنا، وداروا النفق. المهم هادشي اللي كاين، نفق زوين زوين بزاف. نتمنى يعجبكم حتى نتوما. دابا دخلت الخوت الاقليم ميدلت، ودابا غنمشي لحامة مولاي علي الشريف. كاينين غير هنا ما بعدش بزاف، يقدر نمشي على رجلي. كما كتشوفوا منظر زوين هنا، يا سلام. الخوت انا وصلت لحامة مولاي علي الشريف. المهم كاين واحد الواد هنا، فيه واحد العين، الماء ديالها سخون سخون بزاف. ودابا خاصني نمشي نشوف شي بلاصه نبات فيها حتى الغدا ان شاء الله، و يبان البلان. الخوت بان ليا الكرا رخيص هنا، واستغليت الفرصه كريت هاد الشومبر هذا، كريتو ب 25 درهم. هادي دار، هادي دار، وكريت انا كريت غير بيت، والطواليت ها هي الكوزينه. الكوزينه هي فيها انواع، فيها كلشي تقريبا. المهم هادشي اللي كاين دابا، راه غندخل مونتي ليكم واحد الفلوك، و غندير باور بانك تشارجا بيسي الكاميرات، و هادشي اللي كاين. غدا ان شاء الله غنمشي للحامات، غدا في الصباح غنمشي للحامات مولاي علي الشريف، غنعوم. صباح الخير.
انا دابا اليوم رقم 53 في التريب، او واحد شويه غنوض وغنفطر، من بعد غنمشي نعوم في حمامات مولاي علي الشريف. انا وصلت الخوت للحامات، حامات مولاي علي الشريف، وكما كتشوفوا الماء سخون سخون بزاف، راه يبان لكم البخار. المهم الخوت لقيت مع واحد السيد من هنا بالضبط، من هذه البلاصه بالضبط، ساكن هنا، وهو اللي عارف بزاف على هذه البلاصه. خويا قول لنا عصام، شوف انا اخويا عصام، قول لي الفوائد ديال هذه الحمام اللي كانت كتجي كتفرق. انا كنقول لك مثلا عندي الامراض الجلديه، عندي مثلا روماتيز، كيكون عندي الزنده، كيجي لهنا كتفرق. كان واحد العاب كيديروا شي طقوس كاع، كانوا كيجيبوا كاع التبايح هنا كيدوزوا كاع كيديروا، فهمتي، كيديروا الصداقه هناك على هاد العيون هادو، كانوا فيهم البركه، الاعتقاد ديال الناس ديال زمان. ولكن فاش كتطور الدنيا، كيوليو عاوتاني التجارب، كيديروا اختبارات على الماء، كيديروا كيلقاو انه مفيد بالنسبه للماء. دابا كيدوز على الملحه، كيدوز على الكبريت، باش كيعطي الحراره هذه. وهنا في هذه البلاصه بالضبط كيخرج طبيعي، ملي طلعنا للفوق مثلا غنلقاو السريج، يعني السريج هما كيجبدوا من الوقت، كيجبدوا هذاك الماء السخون، يعني كيستعملوا السريج، هذا كيخرج طبيعي سبحان الله العظيم. والناس كتجي من المغرب كامل، يعني راه كتجي، كاين اللي كيجيك من كازا، كاين اللي كيجيك من الرباط، كاين اللي كيجي، كل واحد من كيجيك شنو بلاصه كيجي. ولكن دابا القضيه ما ناقصه بزاف، شويه ناقصه بزاف، سيرتو في هاد كورونا، هاد كورونا، هاد الازمه خويا، الازمه شويه اثرت على هاد المنطقه بزاف. هي منطقه سياحيه معتبره، فيها بزاف الحوايج ما تشوف، يعني بالنسبه لهاد الجبال هادو راه كاينين شي حوايج هنا. ويه مناظر خويا، ويا سلام، زوينه زوينه، ولكن كيهملوها بزاف. وهذه هي اهم حاجه، هذه الحامات هي اهم حاجه، اهم حاجه هي هذه الحامات في هذه البلاصه هذه بالضبط. يعني راه كتكون الناس غير فيزيت، كيجي غير دار الدوره، كيشوف هذه البلاصه هذه، كيستغرب، كيقول كيفاش المعنى خرج طيب سبحان الله العظيم. بعد سميتو راه عجيب عجيب اخو، فهمتي، كتجي في شكل، يعني هو كيشوف واحد الديكور ما سبق ليه شافه من قبل. كيف كنقول لك هنا ما كيعطيوش اهميه لهذه البلاصه، كيكون كانوا كيعطيوها اهميه، ربما تكون بلاصه واعره تكون عندها رقم في المغرب. يعطيك الصحه، هو سميتو. ومرحبا بك خويا. الله يحفظك خويا. مرحبا بك خويا. شكرا. ومعايا واحد السيدة الخوت، واحد السيد واحد اخر من هنا نتا هو من حماة مولاي علي الشريف. مولاي الله يحفظك اخويا محمد، بارك الله فيك. سميتي مولاي الزايد تعريمتي علوي. يا متشرفين. شكرا علوي يا سيدي، الله يبارك فيك. كما قال لك العساس، منطقة جميلة جدا سبحان الله العظيم اللي خلقها. مي الفو فو ان ترافاي، خصهم يخدموها. كاين واحد جوج سوارج هنا ديال الجامعة، دابا ولات الداخلية. وهاد الارض في البدايه من مولاي علي الشريف، جد الملك، جدنا كاع جد الملك، خصها المنطقه تكون مزيانه، فهمتي، ولا تكون مزيانه، يكون السواج لي دوش المعشى، فهمتي، ولا الطغباي بغات خدموا عليها بزاف. وي خصهم يخدموا عليها، تخدم 24 ساعه على 24 ساعه، باش المواطن ياكل، كلشي ياكل، حتى الاقتصاد يطلع، فهمتي، ولا دابا ميته، يعني فين ما كاين والو، كاين الله، ما كاين غيا، ما كاين والو، لي دوش، انا كندخل لي دوش، والله كنبكيها، البيبان مهرسين، ما كاين والو، والناس كيجيو. دابا الناس كيجي كيشوفوا النظافه، النظافه من الايمان، والشيطان راه الوسخ، كيكون الوسخ بزاف، يعني الطبايين حنا نتمنى لهم كل الخير، الحكومه من ما قدم حتى وزير طلع كلشي بنا عليه الخير، فهمتي. مي فوت غباي، فوت غباي بورغاني، خصهم يخدموا باش كل واحد ياكل، كل حتى ولاد المنطقه راه يخدموا معاهم، كلشي منطقه كاع اللي ماروكان تو، يعني منطقه سياحيه، كيجيو المغاربه كلشي يخدموا، خصوصا السياحه الداخليه بزاف، حنا المغاربه كلشي يخدموا كاع، ولاد البلاد كاع كاملين الماروكان تو يبغى الطرابيله، كل المشاب، فهمتي، ولا اللي يبيعوا اللي يشريوا اللي يديروا هكا، بحال مولاي يعقوب كي كانت وكي ولا سبحان الله العظيم. وهذا الماء راه احسن ديال مولاي يعقوب، هذه ما كبريت بزاف، هذه احسن 4-5 درجه مزيانه صح. ونتمنوا الخير ان شاء الله. شكرا اخو محمد، كل خير اخويا ان شاء الله، تقوى معنا، مرحبا بك، مرحبا بك بلاد مولاي علي الشريف، الله الوطن الملك، عاش الملك وعاش المواطنين كاملين، تبارك الله عليكم، لحظتك، بارك الله فيك. صباح الخير الخوت، هذا دابا اليوم رقم 54 في التريب، و كما كتشوفوا المونتاج المونتاج المونتاج، البارح كامل دوزتو في المونتاج، واليوم ان شاء الله وهذا اخر يوم، هذا اخر يوم ليا في حمات مولاي علي الشريف. اليوم ان شاء الله غنمشي لواحد البلاصه اخرى، بحال حمات مولاي علي الشريف، سميتها حمات
ولا هشام بعيده ب 8 كيلومتر تقريبا. المهم غنقعد واحد الفلوق ونفطر ونمشي. يلا ساليت المونتاج ديال الفيديو وهادي دابا الخمسة ديال العشيه وكيبان لي وقيله غنبقى غير هنا حتى الغدا ان شاء الله. غنمشي نشوف شي بلاصه نطنطي فيها حتى الغدا وغدا ان شاء الله غنمشي لحامات مولاي هشام ان شاء الله. سيكو يلا خرجت الخوت وتلاقيت مع خويا عصام داك الدري اللي تلاقيت معاه البارح في الحامات هو عرض عليا غندوز عندو هاد الليله ان شاء الله ودابا راه كنتسنى انا في القهوه